مشاهدينا الكرام مساء الخير. قبل 14 يوما من موعد الانتخابات النيابية يبدو المشهد بتصاعد تدريجي مع جولات ومهرجانات وحملات كلامية واشتباكات انتخابية. مبارزات الأسبوعين الأخيرين ستبلغ الذروة مع استمرار العد العكسي وصولا إلى تاريخ 6 أيار. اليوم وقبل أحدين من اليوم المنتظر يطل وزير الداخلية والبلديات المرشح عن دائرة بيروت الثانية النائب نهاد المشنوق في حوار مباشر فيه السياسة والمعركة الانتخابية وإدارة العملية وما بينهما من ملفات. في هذه الحلقة فقرات أو تقارير موجز عن بيروت الثانية، أبرز مواقف الوزير المشنوق، برنامج المستقبل الانتخابي وشعبة الانتخابات من أرض بيروت الثانية. أما الهاشتاج الخاص بهذه الحلقة فهو بيروت لمين. بإمكانكم إرسال تعليقاتكم. تسمت على الهاشتاج معالي. بسيطة، جواب بسيط كتير. بيروت لأهلها. خلينا نشوف تغريدات الناس وتعليقاتهم. بيروت لمين رح بتكون. مساء الخير معالي الوزير نهاد المشنوق، أهلا وسهلا فيك. طالما اليوم نحن طالعين من بيتك ومش من الوزارة مثل ما تعودنا من وزارة الداخلية، يعني اليوم أنا بمقابلة مع نهاد المشنوق المرشح فقط؟ بالتأكيد. وقت اللي حكيت عن مسألة يعني تدرج العملية الانتخابية أو مراحل العملية الانتخابية، أنا ما رح أجاوب عليها. أنا الآن بمقابلة بصفتي مرشح فقط. لا بس معاليك الفصل بين اثنين صعب، يعني وفي كتير كلام وفي كتير اتهامات. هذا بيستوجب أمر بسيط كتير، يتعدل القانون ويأخذ يعني يتصوت على قانون بأنه وزير الداخلية ما لازم يكون مرشح، لأنه ما في شيء بالقانون بيمنع، أو يصير في اتفاق سياسي كبير انه حكومه الانتخابات دائما بتكون من غير المرشحين. على كل حال هالحكومه هي بتخفف الاحراجات وبذات الوقت طبيعيه 100%. على كل حال انا عندي فصل تام بين الاثنين، لا علاقه لهذا الامر بذاك الامر على الاطلاق. ما في قرار من الوزاره او اي حركه من الوزاره لها علاقه بالترشيح او بدعم اي جهه سياسيه، حتى اللي الجهه اللي انا بنتمي لها واللي مرشح. طيب طالما عم بتقول انه في فصل تام، ما كان فيك تستقيل لوحدي؟ يعني شو الاهم بهذا الموضوع؟ بس حضرتك المعني اكثر بالعمليه الانتخابيه، لانه وزاره الداخليه هي التي تدير هذه العمليه. عمليا في 3 وزارات الاكثر جديه بالتعامل بالموضوع: الماليه والخارجيه والداخليه. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، في وزارات الخدمات اللي قبلنا كلنا. يعني عمليا اذا كان هيك الامر لازم يكون ببساطه وباختصار حكومه من غير المرشحين. هذا الامر الاسلم واللي كان لازم يكون بالقانون، يعني حتى نتفادى بالقانون او بالممارسه او بالفعل او بالقرار السياسي. انت وصفت القانون بانه لئيم وخبيث. على الأقل ليش لئيم وخبيث برأيك؟ لأنه طبيعته معقدة وبتحط الناس بمحل واحد، وهو البحث عن المذهب والطائفي والركض وراء الصوت التفضيلي. كمان وصفته أنه قيين وهبيل، لأنه على اللايحة الوحدة الناس بتتحمس أنها تشتغل ضد بعضها، بتصير تقاتل بعضها، خاصة باللوائح اللي فيها زعمة. ثانياً باللوائح اللي عمليا يعني بدوائر كبرى مش بدوائر صغرى. بدوائر الصغرى اسهل بكثير، بالدوائر الكبرى في مشكله جديه عند المرشحين ايا كانوا هؤلاء المرشحين. طيب بس هيدا القانون اللي كلكم عم تشتموه وعم تعترضوا عليه وعم توصفوه بالاوصاف الغريبه العجيبه، طيب هيدا مين بيو هالقانون؟ مين عمله؟ كل يعني الناس، ما انتم اللي عملتوه، يعني كطبقه سياسيه عملتوه. كل الناس بيو وخيو وزوجته واخته وعائلته بصراحه ما عدا انا صوت ضده بالمجلس. بس مين شارك فيه؟ يعني حضرتك انت بتنتمي بالنهايه لطرف سياسي ولتيار سياسي، هذا التيار وافق عليه لهالقانون. انا لا انكر انتمائي، بس انا صرحت عشرات المرات بانه انا ما شاركت ولا باي يعني نقاش او تشاور حول موضوع عن الانتخاب.
متعمدة، لأنه أنا مفروض أنه أنا الجهة المطلوب منها تنفيذه، مش الجهة المطلوب منها مناقشته وتطويره أو عدم تطويره. بس لما يكون وصفك له بالقانون اللئيم والخبيث، من وحي هذا الوصف من يشبه من السياسيين هذا القانون؟ لا لا، هو ما بيشبه سياسيين، هو بيشبه يعني عمليا اللي نعمل بهذا القانون تجربة جديدة 100%، كل جديد بخوف وكل جديد بصعب الأمور. هو خليط أو مزيج هجين من الأرثوذكسي على النسبي على طوائفه، على أنا بفهم النسبي إنه يكون بدول فيها أحزاب بتصور الأحزاب وبتحط الأسماء بالتسلسل ويبنى على الشيء مقتضى. ولا في تسلسل ولا في طوائف، في احتساب معقد، تعرف أوله وما بتعرف آخره مهما حاولت إنك تعرف، ومهما يعني ناقشت وحفظت كل الأجوبة بدل المخفي منه أعظم. بس عمليا هلا صار ظاهر، ما عاد تارك، ما عاد تارك يعني كتير من التساؤلات. بس بدي أرجع، في كتير قوى سياسية أستاذ جورج بكرة حيبين من نتائج الانتخابات انها ستدفع ثمن هذا القانون. كثير من القوى السياسية. مين اولهم برايك؟ ما بعتقد في مسابقه، بس بعتقد في كل القوى السياسيه اللي شاركت بهذا القانون، معظمها على الاقل، معظمها يعني بنسبه عاليه جدا، سيكتشف بعد الانتخابات انه هذا القانون لازم يكون اخر وبما مره فيهن اخر مره معتمد بلبنان. وبما فيهن انتم كتيار، ما بعرف، خلينا ننتظر النتائج. بدي ارجع لموضوع انه 16 وزير في هذه الحكومه مرشحين للانتخابات النيابيه، مع ما يمكن من انه يستفيدوا من خلال موقعهم على حساب سائر المرشحين. من بالغ هذا استاذ جورج؟ هذا بس سؤال. خدمات محصوره بوزارات محدده، وبالتالي حتى المرشحين اللي موجودين بالوزارات امكانيه استفادتهم من خدماتهم لتحسين وضع الانتخابي يعني محدودة، من بالغ بهذا الأمر، إلا إذا كان باعتبار أنه من اللحظة اللي تشكلت فيها الحكومة هذا الوزير تصرف على هذه القاعدة. مهما كان راغب ومهما كان قادر، ما بيقدر لا بشهرين ولا بثلاثة يغير نظام وزارته لصالح خدمات انتخابية فقط. بس هيدا الواقع ألا يعرضكم للطعن فيما بعد، وخاصة يعني حضرتك كوزير داخلية وباقي الوزراء أيضا، ألا يفتح مجال الطعن أمام الآخرين بنتائج الانتخابات؟ بيفتح طبعا نتائج، بيفتح باب الطعن إذا ثبت أنه في أي قرار وزاري من وزارة الداخلية له علاقة جدية بأي مسار سياسي أو بأي مسار انتخابي لأي جهة من الجهات. أنا عندي فصل تام بين المسألتين. يعني يمكن اللي كنت أعمله من سنة لخدمة جهة سياسية مش بالضرورة المستقبل. الآن مين مثلا؟ مين ما يكون يعني هذا مثل عم بعطي. الآن من أشهر وجاي ما بعمله تحت أي ظرف مظروف، لأنه أنا عندي فصل تام بهذه المسألة، وإلا ما بيقدر يشوف الانتخابات بعين المسؤول عنها. وبرأيك هذا الفصل مقنع بالنسبة للآخرين؟ يعني أنا متأكد أنه مقنع. أولاً أنا ضميري مرتاح وهذا هو الأهم. الأمر الثاني والكتير مهم أنه بالأربع سنوات الماضية اللي أنا يعني اشتغلت فيهم كوزير داخلية، ما كان في مرة ولا مرة شكوى مني باعتباري فاتح الباب لجهة دون جهة أخرى أو بستقبل جهة سياسية دون جهة سياسية أخرى. هذا الأمر بالفعل بالأربع سنوات الماضية قدرت طبقه، وأنا قلته علناً بأنه أنا وزير داخلية كل لبنان، وتصرفت مع يعني أعتى الخصوم السياسيين بأني أنا مسؤول عن أمنهم مثل ما مسؤول عن أمن تيار المستقبل او كتله. نعم، عم بينسمع بعض الاخبار، يعني بتعرف يعني احيانا بصير في اخبار يتم تداولها على بعض مواقع التواصل او على بعض المواقع الالكترونيه، انه هناك البعض، ويمكن هذه اخبار خصومك عم ينشروها، انه في بعض المحامين يتحضرون لتقديم طعن
بنيابتك في حال فزت، انطلاقا من موقعك انه انت وزير الداخليه. اذا لقوا اثباتات جديه تبرر هذا الطعن، انا جاهز للمحاسبه. نعم. معالي الوزير، خليني ابدا معك بهالاشكالات. يعني قبل اسبوعين من وقوع العمليه الانتخابيه، كل يوم عم نسمع باشكالات عم بتصير، يعني ان كان امبارح الاعتداء على الصحافه علي الامين في الجنوب، اليوم من كم يوم كمان في اعتداءات عم بتطال عدد من المرشحين كمان بدوائر الجنوب، منع من تعليق صورهم او تخزيء صورهم او الاعتداء على ممتلكاتهم، من بيناتهم المرشح نديم عسيران. في ايضا ما حدث مع نبيل بدر ببيروت مع رجا الزهيري. ما حدث مع نبيل بدر او ما فعله نبيل بدر، هلا عم بعد انا كل هالقصص. نعم. كمان الاستاذ صلاح سلام والشكوى من قبله، يعني كل هذه الامور كيف يمكن ضبطها؟ كمان اليوم صار في اطلاق نار بين مناصرين للحزب الاشتراكي ولا الوزير طلال ارسلان على خلفيات انتخابيه ايضا بشوي فات. فكل انا بصراحه استاذ جورج مطلع على الخمس احداث الاولى، مسألة إطلاق النار اليوم بالشويفات ما اطلعت عليه. آخر شيء كنت عم تابعه موضوع الأستاذ السيد علي الأمين، وفي دعوة قضائية أمام القضاء دعا فيها علي الأمين بأسماء محددة لأشخاص محددين، وأنا طلبت من الجهات الأمنية المعنية تنفيذ الأمر القضائي. هذا رقم واحد. الأمر الثاني بموضوع المرشح نبيل بدر والاعتداء، واضح يعني في 100 فيديو فيلم بيأكد انه صارت ملاسنة بين صاحب البناية او صاحب المكتب اللي هو شخص محترم ومعروف بالاوساط البيروتية انه دمت الخلق ومهذب، ويعني لا يريد ان يوقع نفسه باي مشكلة مع اي طرف من الاطراف. كانت نتيجتها انه يعني مرافق المرشح ومدير مكتبه ومجموعه كل الناس شافتهم ضربوه واذوه وعملوا له يعني قدام كل الناس عملي. بعدها في شباب بالحي مشاعرهم مع تيار المستقبل، ما رح ننكر هذا الشيء، ضربوا مكتب المرشح بالحجارة على الإزاز. يعني هذه الواقع. إذا ضلينا على هالوتيرة يعني من هلا لجمعتين كيف ممكن ضبط هذه الأمور؟ أولا نحن يعني قادرين على اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الكافية لمنع أي تطور أي من هذه الإشكالات إلى أكثر مما هي. يعني أولا هي بتصير، ولكن الأهم أنك تمنع أو تحد منها حتى ما يصير في تمادي أكثر وأكثر. بموضوع رجا الزهيري، لما عرفت انا اتصلت بقائد الجيش ومدير المخابرات وطلبت منه انه الجيش يتدخل لاخراجه من المنزل وانهاء الموضوع بالتي احسن، لانه هو وقت اللي شعر انه في جموع حواليه اطلق النار بالهواء. وبالتقرير يقال انه في اخرين ايضا اطلقوا النار بالهواء من الخارج. نعم. والادعاء الموجود امام القضاء، ونحن كقوى امنيه بننفذ امر القضاء. والجيش فعلا جاوب، قاضي الجيش كل الناس شافت على التلفزيون، لانه انا ما كان بدي يصير اي تطور امني له علاقه باي مرشح ايا كانت يعني انتماءاته او مش بس انتماءاته، ايا كانت طريقته غير المقبولة. زعجتك طريقته بعدين تعمل مؤتمر، يعني وصفك، قال عنك أزعر. بعرف أنا سمعته، يعني ما في لزوم تذكرني أنت. أنا سمعته وأنا بصدد عمليا اتخاذ إجراء قانوني لا أكثر ولا أقل. دعوة يعني قدح وذم أو شيء بوقتها أستاذ جورج. أنا ما رح أتدخل بالانتخابات بهذا المعنى. الناس بتعرف إذا كنت أنا فعلا أزعر أو مش أزعر، وأنا مش ناطر شهادة مرشح أيا كان حكي من وين ما يكون. أنه عمليا استجوز، نحن عم نتخذ كل الإجراءات اللازمة بناء لإشارة القضاء بأي موضوع من هذا النوع. من
انت بتقلي انه ننتظر انه مزيد من الحوادث ومزيد، انا بعتقد انه يعني ما رح توصل لمحل يكون في غلط كبير بحق اي من المرشحين. عملية شقرة مختلفة كونها اعتداء مباشر على مرشح، هاي يعني هاي المرة الاولى، هذه ما بتشبه غيرها، لا غيرها من الحوادث، وهيدي سياسيا مداني، امنيا مداني، اخلاقيا مداني، واضح انه في عقل الغائي عم يتعامل معه، ما قدر يتحمل وجود مرشح بضيعته. بس رئيس البلدية اللي ينتمي الى حزب الله نفى انه يكون هيدا على خلفية سياسية، قال هيدا اشكال ضمن الاطار الفردي، يعني وضعه ضمن الاطار الفردي، طلع حكي بهالاطار. علي صحافي وكاتب، لتختلف معه بشكل فردي لازم تفترض انه عنده موكب ومرافقة ومسلحين، هو لا طبعه هيك ولا طبيعته هيك، هو سلاحه ألمه ورأيه، وهذا الأمر ما ممكن يتحول لمسألة فردية، وهو من عائلة عريقة بأخلاقها وبدينها وبالتزامها، وبالتالي يعني صعب الدفاع عن أي شيء له علاقة بالسيد علي أو بوالده أو بعائلته أو ب... وحتى بعد ما صار الحادث يعني هو ما قال كلام نابي ولا قال كلام شخصي ولا شتم حدا ولا هذا بأكد إذا كان بعد اللي صار ما شتم وما تسبب بإشكال فردي، فكيف قبل؟ بس هون وكأنه يعني عم نصنف الإشكالات حسب الانتماءات، يعني نبيل ليه؟ بدر طلع الحق عليه، نبيل رجا الزهيري الحق عليه، بس علي الأمين لا أنه مظلوم. أرجوك أمهلا، أولا أنا بدك تكون دقيق معي مش على طريقتك. نبيل بدر لحظة نبيل بدر ما صار معه إشكال مباشر، عم بحكي عن المرشحين. أنا قلت اللي صار مع المرشح الزهيري أخذنا كل الإجراءات الأمنية اللازمة بمسؤوليتي لإخراجه وإيصاله إلى منزله سالما بعد إجراء تحقيق قضائي بهذا الموضوع. بالمسألة بين المرافقين وبين جارهم أو المؤجر لهم للمكتب باعتباره مكتب استثماري طلع مكتب انتخابي، ما بيشبه الموضوع اللي صار مع السيد علي الأمين. خلينا يعني نفرق. نعم. بدي استوضح منك شغلة، كان في لائحة بيروت الوطن عم بتقول انه تيار المستقبل يتعرض لمكتب اللائحة بكاراكاس للاستيلاء. انا قلت يا استاذ لا بدي انتظر التيار اللائحة، انا قلت انه شباب عندهم عاطفة تجاه التيار وليسوا ملتزمين او منظمين ضربوا المكتب بحجارة من الخارج. نعم بقول لك ما في لزوم حدا يقول. نعم. وأنا اتصلت بالأستاذ صلاح سلام وطلبت منه تهدئة الأجواء وإنهاء الموضوع وترك القضاء يأخذ المجرى، فيعني مثل ما اتصلت بقائد الجيش ومدير المخابرات وتمنيت عليهم أنه يعالجوا موضوع الزهيري، ما بتشبه بعض. نعم. على كل حال بدنا نحكي عن تصريحاتك، عن مواقفك، وخاصة يعني التركيز على موضوع هوية بيروت وعروبة بيروت. بدي أرجع أذكر بالهاشتاج الخاص بهذه الحلقة بيروت لمين، يلي بإمكان المشاهدين إرسال تغريدات وتعليقات عبر هذا الهاشتاج. وأيضا عنا عدد من التقارير يلي بتلقي الضوء على معركة بيروت الثاني وعلى الواقع الانتخابي لبيروت الثاني. خليني فوت على فاصل إعلاني، بعد منه مباشرة بدي أدخل بالحديث اللي له علاقة بموضوع عروبة بيروت، وهذا الحديث اللي هالقد عم بيكون مثار اهتمام بالنسبة لك خلال زياراتك وتصريحاتك ومواقفك المستمرة من شهر لليوم، يعني خلال هذه الحملة الانتخابية. مباشرة بعد هذا الفاصل نكون مع هذا المحور. من زمان كانوا يقولوا لك بعدك صغير ما عندك خبره،